السلام عليكم، دي بارت 1 من بيج 1 لبيج 21. طيب، هو اول حاجه من بيج 1 ل 3 بيتكلم على يعني mental disorder، ان هو حاجه منوطه بالبرين فانكشنز other than الاورجانيك diseases بتاعه النيورولوجي. يعني بنتكلم على perception، ترجمه الاحاسيس والthinking والemotions، واحيانا motor behaviors مش لاقيين لها تفسير اورجانيك في النيورولوجي. طيب، وبعد كده تاني حاجة الفرق بين psychiatry و psychology. psychiatry بيتناول ال diseased person اللي عنده mental disorder، لكن ال psychology بيتناول ال normal patterns of behavior. بيفسر حاجات يعني في ال cognition، بيفسر حاجات في ال emotions الطبيعية، بيفسر مثلا اللي هي ال defense mechanisms اللي ممكن تكون غلط بنغير في طريقة تفكيرنا وهكذا، لكن هو still normal individual. تمام. بعد كده بيقول 4 points عن الإبيديميولوجي، إنه 1 in every 3 عنده psychiatric disorder، وده prevalence عالي قوي. تاني حاجة إنه ممكن physical symptoms ما نلاقيلهاش تفسير غير إنه عنده mental disorder. تالت حاجة ممكن يكون حد عنده medical disorder ما هواش psychiatric، والpsychiatric rehabilitation يأفكت البروجنوزيس بتاعه. آخر حاجة إنه في 4 mental disorders ضمن الـ top 10 causes of disability. رقم 1 depression، رقم 6 bipolar، رقم 9 schizophrenia، رقم 10 OCD. بعد كده في sub specialities ليها علاقة بالpsychiatry، في 3 ليهم علاقة بالage group، ال adult وال child وال geriatric، وده بيبقى ليه علاقة بincidence ل problems معينة related لل age group ده. بعد كده ممكن psychiatric sub specialities تانية related لمثلا psychiatry لل hospitalization، psychiatry لل diseases معينة. تمام. بعد كده في addiction psychiatry، emergency psychiatry مثلا لو في حد عنده suicidal attempt او كده. في forensic psychiatry، دي تبقى مثلا بتبان في المحاكم او كده لما حد يدعي ان هو مريض نفسي علشان ياخد تخفيف في حكم او كده، فال forensic psychiatrist هو اللي ممكن يعني يتستفاي الموضوع ده صح ولا غلط. بعد كده ال brain and mind، هو ال brain هو اللي بيتناوله علم النيورولوجي، لكن ال brain طبعا بيأثر على psychiatry، بمعنى ان ممكن حاجات organic تحصل في ال brain تأفكت ال mind اللي هو حاجة abstract يعني، فستيل ممكن أدتكت مشاكل في ال brain تأثر لي على psychiatry. تمام. آخر حاجة when to diagnose، الدراعين الاساسيين في الدايجنوزس بتاع psychiatric disorder. هو احنا الناس كلها ممكن تقول ايه احنا مرضى نفسيين او ما اعرفش ايه، لكن الدراعين الاساسيين انه في clear psychiatric symptom او sign، و ال psychiatric symptom ده ممكن يبقى exaggeration من حاجة normal، يعني احنا في العادي بنفرح ونحزن ونتوتر، لكن لما يزيد الموضوع يبقى depression او anxiety او mania، او ممكن يكون حاجة مش موجودة في النورمال لايف زي الهالوسينيشنز مثلا والديلوجنز، دي مش موجودة عند الناس الطبيعية. تمام. فده clear psychiatric symptoms ممكن نشترط لها في الكريتيريا of diagnosis عدد معين. الحاجة التانية، الدراع التاني، هو انه في decline في psychological، في social او في vocational life بتاعته، والديكلاين ده ممكن يشترط له وقت معين، ممكن يشترط انه يعني ممكن منفست بايه مثلا، انه حد بيشتكي بيقول انا ما بقتش قادر انزل الشغل، ما بقتش قادر انزل الدراسة، ما بقتش قادر اعمل كده، ما بقتش عايز اشوف حد فترة معينة، فهو اذا عامل له ديكلاين في السوشيال لايف بتاعته. تمام. بعد كده الايتيولوجي مهمة جدا، كلمة بايو سايكو سوشيال. بايو يعني بيولوجيكال كومبوننت، قد يكون جيناتيك، قد يكون نيورو اندوكراين او نيورو ترانسميترز، وقد يكون neuropathological يعني في pathological lesion عامل مشكلة في psychiatric condition بتاعته. تمام. و psychological component و social component. تمام. البيولوجيكال component، الجينيتك فاكتور اول حاجة، في حاجة اسمها genetic load theory بتعتمد على 3 points and discuss، انه في family history، وهنا الfamily history مش بيبقى inheritance بpattern معين زي autosomal dominant او autosomal recessive، ده بيبقى polygenic. بعد كده تاني حاجة ال closeness بتاعت ال relative اللي عنده ال condition ده، ودي بتبقى significant في diseases معينة أكتر من التانية زي مثلا ال schizophrenia. تالت حاجة ممكن يكون ال severity بتاعت ال condition اللي عند ال family member ده ليها عامل في ال severity بتاعت ال condition بتاعت ال patient ده. فإذا عندي تلات حاجات family history و closeness
و severity. طيب تاني حاجة ال neuroendocrine و neurotransmitters، حاجتين neurotransmitters أشهرهم الدوبامين في حالات السايكوزس والسيروتونين في حالة الدبريشن والانزايتي، وفي neurotransmitters تانية. بعد كده تاني حاجة بالنسبة للneuroendocrine، الhypothalamopituitary adrenal axis مهم، ولقوا ان الكورتيزون بيأثر على psychiatric condition، ممكن يعمل ايفوريا، ممكن يعمل ديسبوريا، ممكن يعمل psychosis. بعد كده neuropathological، ممكن حاجات معينة organic في الأصل ولكن تعمل مشاكل psychiatric، مثلا ممكن epilepsy، قد يكون أحد أعراض الepilepsy psychiatric disorder. بعد كده psychological factor، psychological factor ممكن يكون شخص معين مؤثر، event معين مؤثر في حياتي، أو أنا عندي personality disorder أو personality عرضة لأن هي develop psychiatric conditions أكتر. أشهر حاجة في psychological factors أنه يكون مر ب traumatic experience أو كده، سواء من أيام parenting أو سواء مثلا sexual assault أو whatever. social factors بعد كده، السوشيال فاكتورز ممكن تكون انه انا عندي استعداد من بدري في الكوجنيشن بتاعي يعني او المايند سيت بتاعتي، ممكن بعد كده يعني بالفلو بتاع السوشيال لايف الليرنينج والبيرنتنج وكده، ده يخليني عرضه اكتر ان انا اكتسب انماط تفكير غلط او كده. واخر حاجه الظروف اللي بمر بيها، يعني ممكن انا السوسايتي اللي انا فيها بتساعد على ان انا اكون امر بسايكايتريك ديس اوردر، مثلا السوسايتي في الاربن لايف فيها كومبيتيشن عالي مثلا، او ممكن انا سوشيو ايكونوميك كلاس بتاعي قليل فانا حاسس ان عليا ايكونوميك بيردن عالي وهكذا. تالت حاجه او يعني تاني حاجه مهمه في الايتيولوجي، الديفينيشنز البريديسبوزنج بيرسيبيتاتنج بيربيتويتنج. predisposing ده يعني بيخلي ال person ده vulnerable، هو مش بي induce the disease، ده حاجة بتحصل early in life بتخليه vulnerable أو عنده readiness أكتر إنه يdevelop الموضوع ده، غالبا هيكون genetic component، ممكن يكون psychological component، ممكن يكون social component، بس غالبا هو genetic component. تمام. بعد كده ال precipitating factor، precipitating factor ده factor بيحصل shortly before ال disorder ده ما يحصل، عادة ده بيبقى مثلا traumatic event، حصل له حادثة، جاله مرض، حد مات قدامه وهكذا. فال precipitating factor ده بيركب على ال predisposing factor، ده الفاكتور اللي سبب ال condition ده بشكل مباشر. تمام. طب perpetuating factor اسمه تاني maintaining factor، ان هو بي prolong ال course، يعني طول ما انت عندك الفاكتور ده انت كده البروجنوزس بتاعك سيء، فرصة انك تخف قليلة. تمام. طيب بعد كده في لستة من psychiatric symptoms and signs، مهم ان احنا نعرف definitions بتاعتها ونفرق ما بينها. اولها ال disorders of perception. perception يعني انا باخد sensory stimulus وبديله meaning، يعني ال brain بي perceive sensations وبيديها meaning، فده هو ال perception. طيب ايه المشكلة اللي ممكن تكون في الموضوع ده؟ عندي illusion و hallucination. illusion يعني بالفعل فيه sensory stimulus ولكن انا ترجمته غلط. طيب ده ممكن يحصل للناس العادية، ممكن يحصل في pathological conditions. normally ممكن يحصل مثلا ان حد قال كلمة بسرعة فانا سمعتها غلط، فده sensory stimulus بالفعل موجود ولكن انا I misinterpreted، ما فهمتش الكلمة، فده ممكن يحصل عادي. وممكن يحصل في pathological condition زي ان حد ال conscious level بتاعه disturbed، عنده delirium مثلا، فهو مش قادر يترجم ال stimulus صح. طب hallucination؟ لا hallucination ده false perception in absence of stimulus، مفيش stimulus اساسا وانا بتخيل ان في stimulus. طيب في كم type من hallucination؟ في 6 types hallucination. اشهر واحد auditory hallucination، انا ممكن اتخيل ان انا بسمع اصوات، فده MCQ اهم واحد ال auditory hallucination. طيب ممكن اتخيل ان انا بسمع اصوات، second person بيكلمني. تمام. ممكن انه هو يسمع his own thoughts كأنه هو بيكلم نفسه، او third person قاعد بيكومنت عليه، يعني ممكن يتخيل انه بيسمع حد بيتكلم معاه او بيسمع his own thoughts،
او انه في حد كانه رقيب عليه وبيكومنت عليه. تاني حاجه فيجوال هالوسينيشنز. الفيجوال هالوسينيشنز دي ممكن تحصل لحد مثلا بياخد دراجز سبستنس ابيوز، تمام. بعد كده في تاكتايل هالوسينيشنز اللي هو تاتش. الهالوسينيشن دي ممكن تحصل في شخص نورمال، مثلا الفانتوم ليم ثيوري اللي هي انه لو حد مثلا عمل امبيوتيشن او كده ممكن يحس ان هو لسه حاسس بالليم بتاعه رغم ان هو مش موجود، لانه النيرف امبلسز لسه ستيل بتوصل لدماغه رغم ان مفيش اكسترنال ستيمولس. الحاجه الثانيه اشهر حاجه في موضوع الفانتوم ليم اللي ممكن يحس بالموضوع ده الكوكايين ادكت. طيب في بعد كده olfactory and gustatory hallucinations، الشم والتذوق، بتحصل مع بتوع الإبيليبسي. ممكن يبقوا قبل الفت مثلا في الأورا بتاعت الفت يحصل لهم يشموا ريحة أو يتخيلوا ان هم بيشموا ريحة أو ان هم يحسوا بطعم معين أو كده. طيب في somatic hallucination، انه أنا ممكن أكون حاسس بتويتشز معينة وهي مش بتحصل. ده ممكن اغلب الهالوسينيشنز بتحصل في الشيزوفرينيا. طيب بعد كده ايه الفرق ما بين الدي بيرسوناليزيشن والدي رياليزيشن؟ دي بيرسوناليزيشن يعني ليه علاقه بين بيرسبشن اوف ماي سيلف. عندي انا مش قادر بيرسيف ماي سيلف از ماي سيلف، انا حاسس ان انا unfamiliar، تمام. his body parts مش قادر يحس of his body parts ان هما تبعه. دي realization انا العكس، انا مش حاسس ان ال external world اللي حواليا، الناس اللي حواليا، الاماكن اللي حواليا، حاسس ان انا مش عارفها مع ان هو ممكن يكون familiar بيها عادي، تمام. ممكن يحصل في normal person، ممكن يحصل في schizophrenic او في temporal loop epilepsy مثلا لو هو فجأة بيتفصل عن الواقع مثلا during ال epileptic fit او كده. ممكن يحصل في الشيزوفرينيا، في الانزايتي، كذا حاجة. بعد كده thinking، the disorders of thinking ممكن تكون في الفورم، في الستريم أو في الكونتنت. في الفورم of thinking يعني مدى ترابط الأفكار مع بعض، الفلو ماشي عامل ازاي، تمام، والassociations اللي ما بين الأفكار عاملة ازاي. طيب في ثلاث حاجات هم زي كده staging من بعض. أول حاجة loosening of associations، ان هو في مفيش اسوشيشن قوي ما بين الكلام او الموضوعات اللي هو بيتكلم فيها، بيشفت من كذا موضوع، تمام. في تحت الكلمة loosening of thoughts كلمة derailment. كلمة derailment دي مهمة، دي نوع معين من loosening of associations، انه بيبقى عنده train of thoughts بي gradually shift من topic لtopic من غير connection ما بينهم، تمام. فكلمة derailment دي مهمة. طب loosening لما يبقى loose اكتر واكتر يبقى اسمه incoherence، لما يبقى loose اكتر واكتر يبقى اسمه word salad، تمام. بعد كده في verbigeration و preservation. verbigeration يعني بي repeat specific words او phrases. preservation يعني كل ما حد يسأله سؤال هو بيجاوب بيرد بنفس الإجابة، تمام. طيب فالاتنين تكرار، واحد بيكرر كلمات معينة، يعني بتلاقيه عمال بيقول لي كلمات معينة بيكررها والتاني بيرد بنفس الإجابة، يعني هو مش بيكررها لوحده ولكن هو بيرد بنفس الإجابة. طيب نيولوجيزم من اسمها انه انا ألفت كلمة مش موجودة اساسا. طب كلانج ان انا بستخدم كلمات هي مش مترابطة مع بعض في التوبيك خالص غير ان هي رايمينج كلمات بس just ان هي رايمينج. طيب ده كده الفورم. بعد كده الستريم. الستريم يعني انا دلوقتي الفلو بتاع الايدياز بتاعي ماشي سموث ولا انا عندي مشكلة في ان انا استدعي افكاري، تمام. هنا اللي كان اللي فات الفورم ده هو احنا بنتكلم على في اسوشيشن ولا لا، بس الفلو ماشي سموثلي. لكن اللي بعد كده اللي هو الستريم هو انا اصلا مش قادر استجمع افكاري كويس، بس مثلا flight of ideas او flight of thoughts، باستمرار في افكار بتيجي في دماغي ملاش اي علاقة ببعض، وبتلاقيني ده بيترجم اكيد في السبيتش بتاعي او بيبان
انه انا ما فيش جول انا سيكينج، يعني هي دي الفرق ما بين فلايت اوف ايدياز والسيركمستانشياليتي. الاثنين بيكون عندهم شيفتس، افكارهم بتشيفت، مع مش مستقرة على حاجة. لكن الفلايت اوف ايدياز ما عندوش جول معين هيوصله بالكلام بتاعه، لكن السيركمستانشياليتي كأنه مثلا بيحاول يحكي موقف وعمال يحلق عليه، هو في الاخر الجول بتاعه ان هو يحكي لك الموقف ده، لكن بيحكيه بطريقة مش مترابطة، مش سموث، الافكار مش جاية سموث. تمام. طيب بعد كده البلوكينج. البلوكينج عكس ان الفلو يبقى ماشي سموث، ولكن في نفس الوقت انا مش بيجيلي فلايت اوف ثوتس. البلوكينج انه سادن ارست، فجأة انا خلاص جالي منتل بلوك، انا مش قادرة افكر في حاجه، انا مش قادره اتكلم. فجاه انا بحكي لك مثلا موقف وفجاه سكت، انا مش عارف يعني حصل ايه، بس انا مش قادره اكمل كلام. تمام. بعد كده الكونتنت. الكونتنت ما بيخرجوش عن اتنين رئيسيين، delusions وده انتسي خاصه بال السايكوزس والشيزوفرينيا، والانتسي الثانيه الاوبسيشنز ودي خاصه بالاو سي دي. طيب delusions انواعها 10. تمام. ايه الفرق ما بين كلمة delusion وكلمة obsession؟ delusion ده false belief والobsession false belief برضو. طيب ايه الفرق؟ delusion false belief وانا مقتنع بيه تمام الاقتناع، محدش هيغير لي فكري بالرغم ان الفكرة دي مش منطقية، على عكس الobsession. الobsession المريض عارف ان دي فكرة مش منطقية وبيقاومها وهي بتضايقه وبتبقى time consuming وعمالة تتكرر عليه وبتعمله anxiety. يبقى إذن ال obsessive person عارف إن الفكرة دي غلط وبيحاول يقاومها، ولكن هي مش قادرة تمشي من دماغه. لكن ال delusion هو عنده فكرة غلط هو مقتنع بيها جدا ومش عارفين نغيرها له، مع إن ملهاش evidence. بنكتشف طيب ال delusion ده إزاي من الأفكار الحقيقية؟ إنه بنلاقيها evidence غريب، يعني evidence مش منطقي. يعني مثلا هو مقتنع ان مثلا زوجته بتخونه عشان هي قلبت الشاي من اليمين للشمال مثلا، حاجه مش منطقيه بس هو مقتنع بيها جدا. طيب الديلوجنز ممكن تكون فيكست وممكن تكون شيكابل، يعني موجوده طول الوقت او لا، ساعات موجوده ساعات بتختفي. ممكن تبقى سيستماتايزد، يعني هو حاطط لها سيناريو، او مال سيستماتايزد، مش دايما نفس السيناريو بتاع الديلوجنز. طيب ديلوجنز انواعها قد ايه؟ 10 انواع. طيب حاولت اقسمهم بالطرق اللي هي المجموعات اللي شبه بعض. في ديلوجن اوف بيرسيكيوشن، انه هو حاسس باستمرار انه هو عليه مؤامره. في ديلوجن اوف ريفرنس، باستمرار الناس بتتكلم عليه، هو ماشي في الشارع الناس ما تعرفوش اصلا، دول بيشاوروا عليا، دول بيتكلموا عليا وهكذا، هو حاسس ان الناس مركزه معاه قوي. ف prosecution و reference. تاني حاجه grandeur versus الجلد. الجراندور عكس الجلد، السنس اوف grandiosity ان هو important جدا وان هو حد مهم وهكذا. عكس الجلد بيبقى حاسس بالذنب وان هو السبب او كده. ده ممكن يبقى موجود مثلا مع حد depressed، ممكن يبقى موجود مع حد obsessive. تمام. طيب بعد كده في السوماتيك والهايبوكوندرياك. سوماتيك انه هو بيبقى عنده فول سنسيشن انه في بروسس بتحصل في جسمه مش مظبوطه، يقول لك ان البرين بتاعه بيسيح او مثلا معدته بيحصل فيها تعفن او كده. طيب هايبوكوندرياكل ده هيجي بعد كده في التشابترز، هو ريليتد ل انه هو حاسس انه عنده ديزيز بس هو مش عنده، هو عنده false delusion، عنده اقتناع انا عندي ديزيز فلاني، هو مش عنده بس هو مقتنع. تمام. طيب بعد كده في ايروتومينيا و انفيديليتي. ايروتومينيا هو عنده sensation انه او عنده اقتناع انه في حد بيحبه جدا بس هو ما فيش حد بيحبه. الانفيديليتي عنده احساس انه زوجته او يعني خطيبته او whatever بتخونه. تمام. طيب بعد كده في النيهيليستك والانفلوينس اند كنترول. نيهيليستك
عنده اعتقاد ان العالم ده ولا حاجة، انه اللي احنا فيه ده كله مش حقيقة، يعني منفصل كده عن الواقع بتفكيره، وعنده قناعات غريبة، ممكن انه مثلا العالم ده هيحتله فضائيين ومش عارفة ايه، هو مقتنع بده جدا. تمام. طيب influence and control، هو بيبقى مقتنع ان في حد بيمارس كنترول عليه من فوقيه، ان هو بيحط الافكار في دماغه، انه بيشيل افكار من دماغه، او ان هو في حد رقيب عليه باستمرار وبيملي عليه هو يعمل ايه. طيب بعد كده disorders of speech، هنا هو كل ال disorders of thinking هتظهر على الكلام، بس هي مشكلتها مش ال speech في الأساس. طيب المشاكل لما تبقى في ال speech في الأساس ممكن تبقى volubility، وعكسها طبعا ال poverty، وفي ال mutism. طيب ال volubility ده يعني بيتكلم كتير قوي، وهنلاحظها في ال maniac diseases. تمام. عكسها ال poverty ده غالبا هنلاحظه في ال depression، هو مش عايز يتكلم، ما عندوش، مش قادر يتكلم، هو بقه سليم والسبيتش سنتر عنده سليم وكل حاجة، بس هو عنده انهيدونيا مخليه السبيتش بتاعه poor. احيانا يكون في poverty of content، ممكن انه يعني ايه poverty of content، يعني هو بيتكلم عادي بس كلامه of little meaning، يعني مش meaningful قوي يعني. تمام. طيب في stuttering وفي stammering. stuttering يعني في syllables معينة تتكرر، stammering prolongation of consonants، يعني ال syllables يعني ممكن مثلا يقول كلمة مريض كده يقولها بيطول فيها قوي، stammering يعني كده مثلا لو انا نننن كده. تمام. طيب ايه فرق بين dysarthria وأفيزيا؟ dysarthria غالبا ده مرض organic، والأفيزيا ممكن يبقى organic وممكن يبقى mental. ال dysarthria بيبقى عنده مشكلة في الارتكيليشن، يعني ممكن يكون عنده مثلا facial palsy، ممكن يكون عنده اي palsy، اي motor neuron lesion عمله مشكلة، مش قادر العضلات بتاعة السبيتش نفسها هي اللي فيها مشكلة. طب الافيزيا ده غالبا ليجن برضو اورجانيك في السبيتش سنتر. السبيتش سنتر فيه كان لو نفتكر كان فيه كذا اريا، من ضمنها حاجه اسمها فيرنكس اريا، بروكس اريا، والاصل في السبيتش بروسس سريعا كده ان انا بسمع كلام، باخد سنسوري انبوت، بسمع كلام او بقرا كلام وبترجم، وبيروح على فيرنكس اريا بيترجم، وبعد كده الريسبون وبيطلع من الفيرنكس اريا انا عايزه ارد اقول ايه، تروح لبروكاز اريا بالبروسيس يعني الكلام اللي انا عايزه اقوله ده، وبيروح للموتور ارياز اللي بتحرك عضلات السبيتش عشان فعلا اقول الكلام ده. طب لو المشكله في بروكاز اريا، انا كده واخد السنسوري انبوت وفهمه ومستوعبه كويس جدا، بس انا مش قادره اكسبرس نفسي لانه عندي مشكله موتور، فده بيبقى اسمه نون فلوينت افيزيا. طب لو مشكلة قبل بروكاز اريا، لو مشكلة في فيرنكس اريا، هيبقى عندي فلوينت افيزيا، انا واخد سنسيشن بس انا مش قادرة افهمه، انا مش فاهماه، بس في نفس الوقت عمالة بتكلم بس كلامي اللي بيطلع ده ملوش علاقة باللي انا بستقبله لان انا مش فاهماه، وبالتالي مش برد رد مناسب ليه. طيب نوع من الافيزيا دي احيانا بتبقى ريليتد، انا مش عارفة استحضر اسم الحاجة اللي قدامي، فبتلاقي مش عارفة ريسبوند، مش عارفة ارد عليها، نوع من الافيزيا. طيب انا معلش نسيت اقول ميوتيزم. ميوتيزم ده بقى ممكن يكون عندي مشكلة في السبيتش، بس هنا مش ملهاش علاقة بان انا بتكلم كتير او ان انا فاقد الشغف في الكلام، لا هنا ممكن تكون حاجة اورجانيك، مثلا حد حصل له صدمة جامدة PTSD، عمل حادثة فقد الكلام، مش قادر يتكلم، هو سامع وكل حاجة بس هو مش قادر يتكلم organically. بعد كده الايموشنز، في حاجتين مين في الايموشنز، المود والافكت. الفرق بين المود والافكت ان المود ده حاجه جوايا، يعني حاجه
في التفكير بتاعي او في المشاعر بتاعتي انا لسه ما عملتهاش اكسبريشن، لكن الافكت ده هو الاكسترنال اكسبريشن اللي بيظهر عليا اللي يعني مترتب على المود. طيب المودز، المودز ممكن تبقى pleasant ممكن تكون unpleasant. طيب المود ممكن يكون عادي مود، يعني كلنا بنمر بتقلبات في المود، بس زي ما قلنا احنا تاني بنقول انه psychiatric manifestation is exaggeration of normal. طيب ممكن يكون فيه زي ايه؟ الخوف، ممكن يبقى هو عنده fear which may be realistic عادي، فده شعور عادي. طب ممكن يكون anxiety، ان انا عندي ill defined sense of danger. ممكن يكون فوبيا. الفرق ما بين الانزايتي والفوبيا انه الفوبيا بتبقى لسبيسيفيك سيتويشن، لحاجه سبيسيفيك، يعني لو حد عنده جنرالايزد انزايتي ديس اوردر مش هقول مش هسميها فوبيا، لكن هو ممكن يبقى عنده فوبيا من حاجات معينه، من مرتفعات، من حشرات، من وات ايفر. تمام. في ديسفوريا، والديسفوريا لما تسوق تبقى ديبرشن، ده سنس اوف سادنس. طيب في irritability، هو حاسس ان هو angry بزيادة، provoked بزيادة. في anhedonia، هو حاسس انه عنده loss of interest. تمام. tension، حاسس ان هو agitated يعني physically، عنده حالة تأهب. تمام. طيب في بعد كده pleasant moods، بالرغم ان هي pleasant moods ده مش معناه انها حاجة حلوة، ده زي ما قلنا exaggeration of normal. euphoria، اعلى شوية تبقى elation، اعلى شوية تبقى ecstasy. تمام. طب الaffect زي ما قلنا اللي هو external expression، ممكن يكون حد عنده constricted affect، اكتر شوية يبقى blunted، اكتر شوية يبقى flattened او apathy. طيب على عكسهم ممكن يبقى عنده emotional lability، بيexpress نفسه بسهولة جدا، حتى انه ممكن يتطور inappropriateness للموقف، يعني موقف يستدعي العياط، هو زعلان، هو المود بتاعه انه زعلان بس تلاقيه بيضحك، ده مش حاجة normal، فده inappropriate للcondition. تمام. طيب يبقى كده قلنا انه قليل او انه كتير او انه inappropriate او swings، تلاقيه فجأة بيضحك، فجأة بيعيط، فجأة يعني باستمرار بيغير الاكسبريشنز بتاعته. طب ambivalence انه عنده اتنين opposite affects في نفس الوقت، ما لهمش مش consistent مع بعض، يعني هو مبتسم بس في نفس الوقت مكشر وغضبان، يعني مش فاهم له يعني. طيب بعد كده الموتور، زي ما قلنا هو البرين organic functions بتاعته الاساسية الموتور. طيب انا لما ما لاقيش تفسير للحاجات دي organic، ممكن يكون تفسيرها psychiatric. مثلا عندنا tics، mannerisms و stereotypy. tics او twitches مثلا، ده ممكن يكون related للanxiety. تمام. simple movements كده، اللي هو يعني التكس ده احنا عارفينها يعني. طب mannerisms، في habitual movements، ممكن مثلا ابقى انا فجأة ما اقرب من حد الاقيه فجأة بيرفع ايده بيسلم عليا، هو habitual movement repetitive برضو، بس هي مش تكس، يعني هي مش حاجة twitches كده، او انه مثلا بيغمض عينه كتير، بيرج كتير، بيحرك بقه بطريقة غريبة، لا ده بيعمل حركة فعلا، بقى حركة بجد complex يعني. طيب stereotypy، ممكن يكون حد قاعد مثلا عمال كل شوية يطلع ويرجع لورا بظهره، يطلع ويرجع لورا بظهره، او بتلاقيه مثلا بيعمل حركات كده زي تسبيحات كده بايديه، او باستمرار بيطرقع في صوابعه او كده. طيب ده كده الفرق بين الثلاثه، بس هما ستيل جروب شبه بعض. طيب في حاجه اسمها سايكوموتور ريتارديشن وسايكوموتور اجيتيشن، شبههم الافوليشن والاكسايتمنت. سايكوموتور ريتارديشن يعني هو عنده ديكريز في الموتور اكتيفيتي بتاعته، حد برضه فاقد الشغف ما بيتحركش، مين هو؟ الديبرست. طيب سايكوموتور اجيتيشن، ممكن يكون حد عنده انزايتي مثلا، تلاقيه رايح جاي رايح جاي، هو متوتر رايح جاي. تمام. زي التوتر ده اكسايتمنت، بس اكسايتمنت الاوفر دي ممكن تكون سببها اورجانيك، ممكن تكون سببها دراج ابيوز. الابوليشن
برضو ما عندوش الويل ان هو يتحرك، الدنيا عنده ماشية بطيء. ممكن يكون ده severe depression، ممكن يكون عنده مشكلة organic فعلا، هو ما عندوش الويل ان هو يتحرك عشان الدنيا ماشية بطيء في دماغه اساسا. طيب بعد كده في الكاتاتونيا، الكاتاتونيا او الكاتاتونيك سيمتومز دي مهمة جدا برضو، بتكون related للشيزوفرينيا. برضو حاولت اقسمهم groups، هما 10 types او 10 symptoms من الكاتاتونيا: كاتاليبسي وبوسترينج. كاتاليبسي يعني هو قاعد ومش بيتحرك، هو ما عندوش مش متشنج مثلا او كده، بس هو قاعد ما بيتحركش. تمام. طيب بوسترينج ممكن يكون عامل بوستر معينه وغالبا بتكون غريبه وثابت عليها برضو، فالاثنين kind of similar يعني. طب في كاتاتونيك ريجيديتي عكسها واكسي فليكسيبيليتي. rigidity يعني عكس مثلا، هو ممكن يكون مثبت ايديه وانت تيجي تحركه له هو مش قادر يحركها، يعني مش عمال بيرزيست مخشب ايديه. طب العكس واكسي flexibility، نفس الايد اللي هو عاملها بطريقه معينه تيجي تحركها مثلا تفردها تلاقيها اتفردت وثبتت برضو على الوضع ده، ترجعها تتنيها تاني تتني وتلاقيها ثبتت على الوضع ده، فهو رايح جاي معاك عادي. تمام. طيب في stupor versus excitement. stupor هو برضو ان هو عنده slowing في motor activity، بس زي ما قلنا ده في theme of catatonia، ده في theme of schizophrenia. عكسها catatonic excitement بيبقى agitated وعمال يتحرك كتير وممكن يأذي حد بالحركة دي. طيب في بعد كده negativism versus obedience. negativism تقول له اقعد يقف يقف يقعد، بيعمل عكس انت بتعمله او ما بيرضاش يسمع كلامك اصلا. تمام. عكس الاوتوماتيك اوبيدينس، هو بدون تفكير بيعمل الاوردر اللي بيتقال له، هو اساسا مش بيبروسيسه في دماغه. يعني هو هي فكره انه سواء نيجاتيفيزم او اوبيدينس هو ملوش علاقه بالويل بتاعه. تمام. طيب في حاجه اسمها ايكولاليا وايكوبراكسيا. ايكولاليا انه انت قاعد بتتكلم كلام معين هو عمال يردد وراك يردد وراك يردد وراك. طب ايكوبراكسيا انت بتعمل حركه معينه هو بيقلدها اوتوماتيكلي برضو، كل الكلام ده اوتوماتيكلي. تمام. تمام. نيجي للميموري. الميموري في ايميديت ميموري، في ريسنت ميموري، في ريموت ميموري. الايميديت ميموري اللي هي مثلا انا بتكلم مع حد في التليفون فهو بيقول لي طب اكتبي الرقم ده، فانا بحفظه بسرعه كده في دماغي وعماله اكرره في دماغي وانا حافظاه عشان هو هيختفي بعد شويه لو انا ما قدرتش اكرره من الايميديت ميموري على ما اكتبه. تمام. طيب هو مفروض انه في يعني الناس بتوع السايكولوجي بيتخيلوا ان الايميديت ميموري دي عامله زي اوكتوبس وليها سبع يعني اضرع يعني. تمام. وانه ممكن لو حد عايز يبدا ان هو يحسن من الكوجنيتيف ابيليتيز بتاعته يعمل حاجه اسمها تشانكينج، يعني بدل ما انا بتعامل مع كل رقم من العشرة دول ان هو single piece of information، ممكن بحيل معينة اتعامل مع ده as single piece of information، فاقدر اعلق في immediate memory بتاعتي اكبر كم من المعلومات. ممكن نعمل تست للموضوع ده ازاي؟ بحاجة اسمها forward and back test. يعني بقول له مثلا خمس احرف او خمس اسماء وبقول له يقولهم بالترتيب اللي انا قلته وبعكس الترتيب اللي انا قلته. طيب بعد كده recent memory. recent memory دي ممكن يقولها نختبرها بان هو بعد فترة، بعد فترة مدتها مثلا 10 دقايق يقول لي الحاجة اللي انا قلتها له دي، ريكول الحاجة اللي انا قلتها له. طب الريموت، الريموت دي بتبقى اللي هي long term memory. طيب في طريقة تانية ممكن اقسم بيها الميموري ل explicate memory و implicate memory. explicit memory هي memory هقدر اكسبرسها، لكن الامبليكت دي حاجة انا يعني اكتسبتها بس هي built in في دماغي، لكن مش هقدر اريكولها. يعني انا اتعلمت ازاي اسوق، مش هقعد اريكول لحد الطريقة اللي انا بسوق بيها، انا بنفذها تلقائي. بتعلمت ازاي مثلا اكل، ازاي اشرب، يعني حاجات built in skills، built in habits بقيت بعملها اوتوماتيكلي لكن انا مش بريكولها. تمام.
في بعد كده الاكسبليكت. الاكسبليكت دي في منها سيمانتك في منها ابيسوديك. السيمانتك اللي هي الفاكتس، الابيسوديك اللي هي ان انا بريكول ايفنتس حصلت. طيب ايه مشاكل ممكن تحصل في الميموري؟ ممكن يبقى امنيجيا يعني ناسي، هايبرمنيجيا فاكر بزياده بطريقه غريبه، بارامنيجيا يعني الميموري مش صحيحه فيها degree of يعني error. تمام. طيب امنيجيا في 3 تايبس للامنيجيا، في انتيروجريد امنيجيا يعني بعد certain point مش فاكر، بعد الحادثه ما بقتش فاكر حاجه بس فاكر اللي قبل الحادثه. طب ريتروجريد عكسها تماما، انا فاكر اللي قبل، فاكر اللي بعد الحادثه عادي لكن مش فاكر اللي حصل قبلها. طب circumscribed، انا في particular period معينه في حياتي انا نسيها مش فاكرها، ممكن تكون بسبب انها كانت traumatic جدا لدرجه ان انا نسيتها. طيب امال hyperamnesia زي ما قلنا فاكر جدا، عنده exaggerated ability to recall، ده ممكن في الشخص المانيا او البارانويد. طب البارامنيجيا زي ما قلنا في degree of error of memory. طيب البارامنيجيا دي ممكن تكون confabulation او falsification. الفرق بين الconfabulation والfalsification، الconfabulation معناها ان انا عندي gaps يعني events absent في دماغي، فانا ألفت مكانها events تانية، فلما باجي recall انا في events مش حقيقية انا حطيتها في دماغي. تمام. طيب falsification هو في event حقيقي انا بتكلم عليه بس الديتيلز اللي جواه انا مش فاكراها كويس، وبالتالي ممكن اقعد false details يعني الايفنت ده بالفعل حصل بس انا مش فاكر التفاصيل بتاعته بالشكل الصحيح، عكس الconfabulation. confabulation هو في total event انا مألفه. تمام. من الحاجات دي برضو الديجا فو وعكسها الجامي فو. ديجا فو يعني انا عندي سنس ان انا الايفنت ده حصل لي قبل كده او الشخص ده انا شفته قبل كده او عارفه، وانا في الحقيقة ما شفتوش ولا عارفه ايه ولا مريت بالموقف ده قبل كده ولا عديت من مكان ده قبل كده، عكسها الجاميبو. اخر حاجة، هو معلش الفيديو ده طويل شوية بس الشابتر ده مهم، الاتنشن والكونسنتريشن. اتنشن يعني انا اوير او اتنتف لحاجة معينة، انا بعمل اكتيفيتي معينة بعمل تاسك معين فانا attentively. concentration ability to maintain الattention ده يعني concentration is maintain maintenance of attention. طيب اكتر حاجة يعني ممكن تبقى applicable في موضوع الattention ده ال ADHD، الطفل بيبقى مش قادر يركز مش قادر يقعد على بعض، بتقول له تاسك معين مش بيقدر يكمله فجأة بيسرح بتلاقيه بيكلم صاحبه، فهو ده الحاجات اللي هي الديستراكتابيليتي. طب ممكن يكون في حاجة عكسها او برضو بتظهر في الحاجات اللي هي علاقة بالتشايلد ديسوردرز، مثلا الاوتيزم اللي هي الهايبر فيجيلنس، هو مركز جدا مركز لدرجة ان انا مش قادرة افصله عن الحاجة اللي هو بيعملها، مش لما حد بيناديه ممكن ما يردش، ممكن لو شلت الحاجة اللي هو مركز فيها دي يتعصب جدا. فالديستراكتابيليتي عكسها الهايبر فيجيلنس. في حاجة اسمها سيلكتيف ان اتنشن، يعني في حاجات بركز فيها وببلوك حاجات تانية من دماغي، بسلكت انها ابقى مركز على ايه ومش مركز على ايه. احيانا بتعمد الموضوع ده في الانزايتي، يعني مثلا في فكرة بتجيلي هي بتوترني جدا فانا بختار او بحاول بكل الطرق ان انا ادستراكت دماغي عن الفكرة اللي موتراني اللي بتجيلي دي. طيب consciousness orientation، الorientation والconsciousness دي حاجات يعني mainly organic function of the brain وممكن اتستها بالجلاسجو كوما سكيل. طيب الorientation بسأله انت عارف انت فين المكان، احنا تاريخ ايه، انت عارف انا مين، مثلا انا دكتور، دي مثلا بنتي، ده وهكذا بشوف الorientation بتاعه. الconsciousness ممكن في بقى في slight decrease في consciousness clouding، مش يعني مش مظبوط قوي مش clear minded. طب اكتر منه شوية stupor، مش reactive، هو شايف اللي حواليه كده بس مش reactive. طيب coma، هو الموضوع ده مشروح في الemergency بتاع الاطفال اظبط شوية، يعني في حاجة اسمها twilight state ان هو صاحي بس هو حس ان هو ان ده حلم مش حقيقة. somnolence ده مش reactive بس هو اصلا drowsy يعني
بين الصحيان والنوم او بين الصحيان والغيبوبه بمعنى اصح يعني. طيب بعد كده judgment و insight. ايه الفرق بين judgment و insight؟ judgment يعني انا بشوف بساله مثلا على موقف، مش موقف معقد، هو موقف طبيعي، وبشوف انت هتتصرف في الموقف ده ازاي، وبقارنه بالتصرف الشخص الطبيعي. فده هو الجادجمنت، ان هو قادر ان هو يحلل الامور بشكل مظبوط ويتصرف بشكل مظبوط accordingly. طب امال الانسايت؟ الانسايت دي ان انا فاهم وضعي كويس، مش مجرد orientation للtime و place و persons. انا فاهم انت فاهم ان انت جيت هنا عشان انت عيان، وفاهم ان مرضك ده psychiatric، وفاهم ان احنا محتاجين ناخد دواء معين، وان الدواء ده هيساعدنا نتعالج والكلام ده. ففي حكايه الجادجمنت والانسايت دي بتفرق معايا في ان انا بتعامل مع المريض نفسه في رحله علاجه، ولا بيبقى في حد جارديان مثلا عليه او كده، او هضطر هوسبيتالايزه عشان هو مش واعي لنفسه، مش هو اللي هياخد الدواء بنفسه، هو مش مستوعب انه عيان وهكذا. معلش الفيديو ده كان طويل، ان شاء الله تكون يعني يكون مفيد.